اوكي الان راح نتكلم الموضوع شوي مهم converting مثلا من بولر تو ريكتانجلر وبالعكس شنو الاليه شو راح نسوي اوكي let's see converting converting factors from polar to rectangular notation يعني بمعنى انه انا عندي بولر يعني الماجنتيود وثيتا لازم وين احولهم احولهم المفروض يصير عندي في اكس في واي شنو الميثودولوجي هاي سهل اوكي بس انا عندي لايك ذس رايت عندي بولر البولر عندي لايك ذس عندي اكيد هذا فاكتور هو في وعندي شنو تيتا يعني بولر وهذا الماجنتيود مالته في سمول اوكي فلو اكمل المربع مالتي او المثلث سوري هنا اكمل هاي المركبه هاي نسميها هاي في اكس وهاي المركبه اللي هي الفيرتيكال هاي في واي فهذا الفي او السمول في اللي هو الماجنتيود مالته الوتر نعتبره وهذا هو شنو الرايت انجل طبعا الرايت انجل يعني 90 سنتيغري زين فاحنا شو نريد نحول الفي تيتا تو في اكس في واي اوكي راح شو يصير عندنا هنا في اكس راح شو يصير سوري بعطيك انا ضربين في اكس راح يصير عندنا شنو الفي كوساين الثيتا الفي واي راح يصير عندنا في ساين الثيتا طبعا يمكن نسميها انا ار اوكي ما في مشكله ار وات ايفر ما في مشكله ار واضح ار ساين الثيتا زين زين ذا كويشن شلون عرفنا ليش الفي اكس ار كوساين الثيتا وش معنى هذا الفي واي ساين الثيتا طبعا هاي ترنجومتري ترنجومتري نسب مثلثيه ماخذيها بالاعداديه يعني فور اكزامبل من هنا نشتغل شوف شلون صارت مثلا ساين ساين هاي الثيتا هو الاوبوزيت يعني المقابل اللي هو في واي على الوتر اللي هو ار فلذلك صار عندك في واي ار ساين الثيتا نفس الطريقه الكوساين الثيتا يساوي لنا الكوساين شنو المجاور نيكست الادجسنت في اكس اوفر الوتر اللي هو ار اذا في اكس صارت عندك ار كوساين الثيتا اوكي فهي منها جاي يعني اوكي سوري من ناجع قلت خلنا ناخذ اكزامبل اكزامبل convert the following بولر كوردينيت هو اصلا احنا عندنا بولر كوردينيت انتو ريكتانجلر كوردينيت الفاكتور اللي مطينا اياه هو 4 وباي على 3 يعني معناته هو 4 باي على 3 ايش قد عندنا؟ will be 60 right 60 degree اوكي okay. السوليوشن لو نرسم احنا هذا عندي الـ x-axis وهذا عندي الـ y-axis اوكي okay. الفاكتور عندي شنو؟ 4 الماجنتيود مالته 4 والثيتا مالته 60 او باي على 3 وتبقى هاي الزاوية مالته وهذا عندك 60 4 ماجنتيود
فالقانون طبعا طبعا هذا راح تمثل شنو هي ال vx وهي راح تمثل لي ال vy فدايركت انا اريد ان vx يعني الفكره هو مطيك انه magnitude of theta تريد تحولها vx vy دايركت ال vx راح يصير عندك r كوساين الثيتا راح يصير عندنا هنا ف vx راح يصير عندنا ال r ايش قد عندنا هذا ال r وين ال r هذا يمثل لك ال r وهاي الثيتا ال r 4 والكوساين الثيتا اللي هي باي على 3 كوساين الباي على 3 بالكالكوليتر مالتي ساينتفك كالكوليتر راح يطلع لي نصف ال 4 راح يطلع لي 2 ال vy راح يصير عندنا همين 4 ساين شن vy وقانون راح يصير عندك هو r ساين الثيتا راح يصير عندك باي على 3 هنا الثيتا راح يصير عندنا هنا باي على 3 راح تطلع لي جذر 3 على 2 راح يطلع لي 2 جذر 3 اذا استطاعنا الفكتور اللي يقرا لي 4 باي على 3 حولناه الى ريكتانجلر هو 2 ب 2 جذر 3 بس very easy الان converting بالعكس هسه converting ال factors from rectangular to polar notation شنو الفكرة يعني like this إذا عدنا هال coordinate مالتنا okay عدنا factor like this هذا factor قيمة R وتظهر okay اصلا هو مطيني منو مطيني ال rx مطيني قيمته ومطيني ry حتى اطلع ال r we are going to apply Pythagorean theorem نظريه فيثاغورس اللي هي تقرا شنو اذا يعني انت عندك شنو عندك rx وعندك ry given تحولهن شنو تحولهن magnitude تحولهن theta راس انت تحتاج شنو ال r فال r هنا نطبق نظريه فيثاغورس اللي هو rx سكوير زائد ry سكوير احتاج شنو بعد احتاج الثيتا فالثيتا شو تصير عندنا tan inverse طبعا لازم انت قد بالكالكوليتر scientific you have to train yourself how to use scientific calculator otherwise راح شنو انت fail بالاكزام اذا ما تعرف تستخدم scientific calculator فهي راح تمثل لي ال ry over rx هاي القوانين اوكي let's take example على الموضوع convert example convert the following The following rectangular coordinates to polar coordinates. الفاكتور عندي هو شنو 2 ب 2 حول لي هو ايش مطيني اياه هنا مطيني اياه ريكتانجلر رايت يعني هذا يمثل لي في اكس هذا يمثل لي في واي اوكي فنجي هنا هذا عندي الاكس اكسس هذا عندي الواي سوري هذا عندي ال y axis فعندي شنو اثنين هاي اثنين واحد اثنين فور اكزامبل خلنا هذا اثنين خلي بالاحمر هذا عندك شنو سوري ادرو
هذا يمثل لي ال Vx اللي هو 2 وعدي شنو بالواي شنو 2y like this هذا ال Vy كمينة 2 فلو نكمل هذا هسه المثلث قائم بالزاوية رايت هذا هو الماجنتيود مالت هاي شنو الزاوية 90 هاي الثيتا فلازم اطلع الماجنتيود واطلع الثيتا حسب القوانين اللي عندي القانون الاول انه الار يساوي انك تحت الجذر يعني الماجنتيود قصدي انه في واي تربيع او في اكس تربيع زائدا تربيع اوكي انا شوي جاي بالرموز شويه مره ار مره في ذا سيم ما دور يعني اوكي جود ار يساوي فالار اكس عندك شنو 2 هذا تربيع زائد 2 الار واي ايضا 2 تربيع فراح يصير عندنا جذر 8 رايت فراح يصير عندنا شنو 2.83 الثيتا ثيتا نقول تان انفرس اللي هو ار واي اوفر ار اكس او ار في اي واي بي اوفر في اكس فاذا الثيتا راح يصير عندنا تان انفرس 2 اوفر 2 معناته راح يصير عندنا 1 تان انفرس المن للواحد يا زاوية التان مالتها الانفرس مالتها 1 اللي هي 45 ديجري اذا الاثنين 2 اللي هو ريكتانجلر نوتيشن حولته الى بولر البولر يقرا لي 2.83 والزاوية 45 ديجري ذاتس ات لا تستوب هير اند ذن ويل كومبليت ذا تايم